رمضان مبارك، سعيد عليكم إن شاء الله وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. الله يدخله علينا إن شاء الله بالمغفرة والرحمة والصحة والعافية. وصفتنا اليوم إن شاء الله عنا وصفة رمضانية، هي البقلاوة التقليدية التطوانية المغربية. بقلاوة التطوانية تختلف كليا عن البقلاوة التركية، فلا علاقة لها بالبقلاوة التركية، وهي حاضرة طيلة شهر رمضان، يعني وصفة رمضانية بامتياز. لنمر للمقادير، طبعا مرور للمقادير، لا تنسوا لايك اشتراك شير للأصدقاء. عندي كيلو إلا ربع من اللوز مسلوق مقشر محمص في الفرن أو مقلي، طبعا ما نقليه كتير، نصف تقلية أو نصف تحمصة، بنطحنه مهرمش، ليس مطحون جيدا بهذا الشكل، بيكون مهرمش. ملعقتين من السكر البني مطحون جيدا مع حبات المستكة، استخدمت أنا 4 حبات من المستكة، طحنت مع السكر البني. ملعقة كبيرة من القرفة، وعندي ملعقة صغيرة مملوءة من السمن البلدي، بقلاوة لازم يكون فيها السمن، مخلوطة مع الزبدة والزيت، وراح أجمع الخليط بماء الزهر، لازم يكون ماء الزهر من النوع الجيد. بالنسبة لورق الجلاش راح استخدم انا لبات فوي، طبعا احنا هالنوع من الورق ما بنستخدمه في البقلاوة، بما انه مش متوفرة عنا ورق البقلاوة هون، فراح استخدم انا الفيلو. طريقة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت لذيذة، اتمنى ان شاء الله تجربوها. قبل المرور لا الطريقة، لا تنسوا لايك اشتراك شير للأصدقاء. لازم السمن يكون في المخلوط مع الزبدة، لأنه السمن هو أساس البقلاوة التطوانية، بيعطينا نكهة. عنا ماء الزهر وبنجمع الخليط في الورق الفيلو. راح نستخدم 3 طبقات، كل طبقة راح ندهنها جيدا بالزبدة، كل طبقة دهنها جيدا بالزبدة. طبعا الورق الفيلو لناس الغربة، اذا مو متوفرة عندهم ورقة ديال البسطيلة. ورقة الفيلو أبدا ما بتساعد، فلازم نشتغل عليها بهدوء. لازم ندهن
خلصنا البقلاوة، دهناها جيدا بالزبدة لأن ورقة الفيلو بتختلف على الورقة العادية. لازم نحط عليها أي شيء تقيل وبنخليها ليلة كاملة، لازم يكون عليها تقل من فوق. رح ندخلها هلا للفرن. طبعا ورقة الفيلو بتتشقق معنا بسرعة، لازم تدهنوها جيدا غير الورقة العادية. بتدلع هم هذا ساطين.